مرحبا، حلقة جديدة مترفية عليكم لليوم مشاهدينا. واليوم ضيفتنا بيبي ماي جيست لأول مرة بتطلع معنا على الهواء، بس نحنا كلنا بنعرفها هي لينا جبران من كون هادي هالجمعية اللي على طول بيكون إلا حصة ببرنامجنا تنحكي أكثر عن كل شيء جديد بقدمه. أهلا وسهلا فيك مدام لينا. على طول بنعرف بس فادي بيطلع معنا أكثر بالحلقات، وبقلنا الحلقة الجاية لينا، بس بتروح الأيام وبترجي بتكون يمكن تنسيق معه اكثر. هلا من هلا ورايح رح تصير تطلي انت معنا من كل هذا، يعني بس يتعرفوا الناس عليك اكثر. كيفنا؟ ماشي الحال. بعرف انه في كثير ناس بيحضرونا بينتروا الحلقات من كل هذه، لانه بيعتبروا انه هم عم بيتوعوا عن جديد، الاولاد عم يتوعوا، عم بيعرفوا ينقلوا المساج لاولادهم، لانه بيرجعوا بيقولوا انه حضرنا حلقه وهيدي الحلقه هيك 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 قالوا. فان شاء الله يكون المساج عم يوصل تنحد قد ما فينا من حوادث السير. اكيد الصيفيه بتكون عمرانه عندكم، وبكون في كثير ايفنتات منا تاكسي نايت يلي صار بتموز، ويلي كمان قبله بفتره كان ضيفنا فادي تيحكي عنه. خبرينا شوي كيف كانت تاكسي نايت. التاكسي نايت كانت كتير رائعة. هي مبدأ هيدي السهرة، وهو أهم شيء إنه ممنوع حدا يجي بسيارته على السهرة. كون هادي بتبعت له تاكسي بتجيبه على السهرة، بترجعه من السهرة بالتاكسي تننشر ثقافة جديدة إنه لما بدك تروح تشرب وتنبسط ما أهم شيء إنك ما تسوق سيارتك. هيدي كانت السهرة، وكان إجا كتير عدد كتير كبير من المشاهير، من الوزراء الحاليين والسابقين عطول تحت ليساعدونا إنه نوصل هيدي الرسالة. وبناء على هالتاكسينات يلي صار لنا سنين عم نعملها الصيفية، كمان كانت عشقة معكم هادي إذا بدك خلال المهرجانات. يعني هاي أول مرة في بعض المهرجانات بما فيهم مهرجان تنورين دعيونا ككون هادي إنه يكون عنا تاكسيات مصفوفين برا، لأنه قبل كل شيء مشوار طويل، وتاني شيء في ناس سهرات بيكون فيها شرب، إنه يلي بحس حاله تعبان أو شربان ومش قادر يسوق نحنا مأمنين له التاكسيات. والأحلى من هيك إنه صار مبدأ التاكسيات كمان خلال الأعراس. تخيلي لوين وصلت، يعني مع انه فكره التاكسي كانت تحدي بالاول، لانه كلهم قالوا لنا انه روقوا على وضعكم شوي، انه بي بيبقى جايب احلى سياره رح يتركها مصفوفه ويروح بالتاكسي. صدقيني انه بلشت الثقافه تاخذ مطرحها، ثقافه استعمال التاكسي، وهلا كمان صرنا بالاعراس. حلو. ومثل ما عرفنا وحكينا تحت الهواء انه كنتوا عم تامنوا تاكسيات باعراس، لانه بنعرف انه كلنا وقت يكون عند حدا بنحبه كثير او من اصحابنا بنحس انه بدنا نشرب كثير، بدنا نولعها كثير، وبدنا نسرب بسياراتنا. بس اللي عملتوه عن جد كان حلو. خبرينا شوي عن الكونسبت، كيف ركبت، كيف يعني كانوا العالم عم يعرفوا انه في تاكسي مأمن؟ ليك هي اول شيء فكره التاكسي نايت اذا بدك جريت المهرجانات، وثقه في حدا من اصحابنا بده يتجوز وقلنا له نحن رح نأمن لك التاكسيات. والناس اللي كانوا صار تعرفي لبنان بلد صغير، صار يتنقلوا الفكره، وصار حتى يتصل فينا اشخاص نحن ما بنعرفهم. الحلو انه كان بقلب غير كارت الدعوه للعرس كان في كارت صغيره مكتوب عليها انه العرسين وكن هادي مأمنين لكم تاكسيات. والاحلى مش بس تاكسيات، كمان درايفريه سائقي سيارات. يعني إذا أنت رحت بسيارتك حسيتي حالك شربتي وما بقى فيك تسوقي سيارتك، في درايفر منكم هادي سائق هو بيسألك سيارتك وبيلحقوا سيارة تانية، يعني بيوصلك على بيتك بسيارتك. شو حلو. وفي ناس حتى أخذوا إذا بدك المبادرة إنه راحوا على العرس بالتاكسي، ولما ظهروا كانوا كمان في سيارات ناطرينهم برا. وهي ثقافة مثل ما قلنا على القليلة عم نحافظ فيها، مش بس على حياتنا والعرسين. الحلو انه اوكي نحن بدنا ننبسط، ونحن بدنا اذا بدك نحتفل بزواجنا وبدنا اصحابنا، بس نحن كمان همنا انه اصحابنا يرجعوا بامان، لا سمح الله ما يصير اي سوء او اي خبريه بشعه. بتعرفي قد ايه بتكون فقسه يعني 100%، لانه اسرع شيء يصير انه حدا معه اكسيدنت هو راجع من حيلا مناسبه نحن عازمين عليها. مزبوط. بقى بحسوا بمسؤوليه اكبر يمكن، والفكره كثير حلوه على امل تصير عن جد متداوله اكثر واكثر بكل ايفنتاتنا. انا بس بدي اقول لك شغله، نحن من 3 سنين عملنا سهره راس السنه عندنا بالبيت، وشرطنا اصحابنا انه ما بتجوا بسياراتكم، نحن رح نبعث لكم تاكسي وبترجعوا من عندنا بالتاكسي. اوكي. صدقيني لانه بتعرفي ليله راس السنه وبدنا نحتفل،
مثل ما انت قلت قديه بشع انه لا سمح الله شخص يكون رايح من عندك واخر شيء يوصل لك خبر انه عمل حادث. فاجوا بالتاكسي ورجعوا من عندنا بالتاكسي، على القليل احتفلنا وكان بيننا مطمن انه اصحابنا رح يرجعوا ببيوتهم بامان. صح 100%. بالاضافه لهالاشياء اللي عم تقوموا فيها كمان بلشتوا وحكينا بكونسبت سيف ذا نايت يلي كمان اليوم في شباب يمكن او صبايا ما منهم عارفين، اذا بدي اقول انا مش انه مش واعيين، منهم عارفين قيمه الحياه. هالنعمه عن جد يلي ربنا وهبنا اياها ويلي ما بنعرف ايمتى منفل من هالدنيا، بس على القليل ما نكون نحن السبب بفلتنا. فسيف ذا نايت كان كونسبت جديد حتى تقدروا تحموا هالشباب والصبايا اللي عم يسهروا ويكونوا عندكم تعامل مع اصحاب النايت كلوبس. خبرينا اكثر. هو قبل كل شيء بس بدي اقول لك شغله انه الشباب والصبايا يعني الله يحميهم كلهم، بس كلنا لما بنكون بعمر الشباب بنفكر انه الموت بعيد عنا، من هيك بنقوم بمخاطرات وبنحس انه نحن ما راح يصير لنا شيء. للاسف انه حوادث السير عم تحصد خيره الشباب من عمر ال 15 لل 29 سنه. ولبنان مثل ما بتعرفي صرنا اذا بدك مشهورين بسهر بسهر الليل، ولبنان انه بلد سياحي وعندنا احلى اذا بدك نوادي ليليه، واللي هي نشأت الفكره بيكون هادي انه نحن بدنا نجعل كل سهر الليل امن. يعني رح نبلش من النادي الليلي للبارمن للفالي باركينج. اشتغلنا على هولي كلهم بالتعاون مش بس مع اصحاب اذا بدك نقابه النوادي الليليه والباتيسري والمطاعم، اشتغلنا كمان مع وزاره السياحه. اللي عملناه سيف ذا نايت هي مشروع مؤلف من اربع اذا بدك اساسات. الاول عمود يلي هو التاكسيات رح اشرحهم بعدين بالتفاصيل، العمود الثاني هو النوادي الليليه، العمود الثالث هو التعب والسواقه، والعمود الخامس هو اذا بدك انه نغير فكره استعمال التاكسي بالسهر. هلا الاول عمود اذا بدك هو التاكسي. كن هادي انعرفت من اول ما بلشنا انه منشجع استعمال التاكسي، بس كمان بدك تأهلي هالتاكسي وسائق التاكسي تعال القليل لما بتقولي لشخص خذ تاكسي يكون اكيد انه هيدا التاكسي رح اذا بدك يتبع الارشادات ويسوق اذا بدك حسب قانون السير الجديد. من هون نحن افتتحنا اكاديميه مثل مدرسه بنعلم فيها سائقي التاكسي مجانا كيف بدهم يسوقوا حسب قانون السير اللبناني الجديد. مش بس هيك، حتى بنعطيهم اذا بدك نبذه صغيره عن الإسعافات الأولية إذا لا سمح الله شخص طلع معه سكير استفرغ أي حدا يمكن عمل أي شيء شو اللي لازم يعمل وكيف لازم يتصرف. وأكيد نحط إذا بدك مثل معايير. هلأ كل تاكسي بياخد هالكورس عنا وبيتأيد بالمعايير بينحط على سيارته ليبل مثل استيكر إنه هيدا تبع الدورة تبع كن هادي واستحق هيدا الليبل. هلا لحقها هيدا الشيء ابلكيشن، لانه بتعرفي هلا عصر الهواتف الذكيه والابلكيشن عم نسهل طريقه انك انت تطلبي التاكسي بواسطه ابلكيشن، ما بقى في لزوم انك تتلفني. هيدا الابلكيشن فيك تطلبي فيها اقرب تاكسي، والاهم من هيك انه لما تخلصي من مشوارك بيجيك السعر على سيلولارك، مش بيحكي توكي ووكي او بيعطيك السعر اللي بده هو على راسه، انت بيجيك وحسب شو بيجيك على هالابلكيشن انت بتدفعي. بس الاحلى انه انت فيكي تحطي له اذا بدك نقاط لسائق التاكسي، هل التزم بمعايير السلامه، هل كان حاطط حزام الامان اتسترا. هيدي رح تعمل له ريتنج، يعني في عندك لخمس نجوم. اي تاكسي الريتنج تبعوله بيكون واطي او بيجي اي شكوى نحن منشيله برات الابلكيشن، يعني في متابعه. مش انا اخذت الليبل انبسطت فيه وخلص. صحيح. في متابعه له بيقدر حتى يكون ما بقى داخل بالابلكيشن. النوادي الليليه بلشنا كمان حطينا معايير سلامه مع وزاره السياحه، وكل نايت كلوب او نادي ليلي بيتايد فيها كمان بيتعلق له ليبل. تياخد هيدا الليبل قبل كل شيء لازم البارمنية بلشنا انه نعمل لهم تريننج. التريننج انه اذا اجى زبون وشرب كتير وبعده عم بيطلب كحول، كيف هالبارمن
بده يعرف يغير له طريقه الدرينكس تبعه، له يعطيه درينك بلا كحول. الزبون يفكر انه هو بعده عم بيشرب، بس هو بيكون عم بيساعده انه ما بقى عم بيعطيه نسبه كحول، وانه يقنعه انه يشرب مي. هلا اللي ما رح يلتزم اذا بدك الزبون والبارمن في الفلتر يلي هو على الباب الفالي باركينج، يلي هو اخر شخص انت بتشوفيه قبل ما تاخذي سيارتك. هيدا الفالي باركينج كمان رح يتبع لدورة تدريبية، هيدا كله نحن بنعمله مجانا. كمان كيف يتصرف مع الزبون إذا كان سكران، وكيف يجرب يقنعه إنه يطلب له تاكسي. ومن خلال الابليكيشن يلي انعملت، يلي هي لا تاكسيات ولا نوادي الليلية، في زر دغري الفالي باركينج بمجرد ما يكبس عليه بينطلب له تاكسي من قبلنا للزبون، وساعتها بياخذ التاكسي وبيرجع على بيته بامان. وكمان في متابعه، لانه هاي الابلكيشن كمان فيك تعملي ريتنج للنادي الليلي. ونحن اكيد رح يكون في منا ناس رح يروحوا يعملوا حالهم عم يسهروا عاده، نشوف اكيد ممنوع انه يعطوا كمان كحول للي عمره تحت 18 سنه، وهيدي من اذا بدك الاساسيات يلي محطوطين. التعب والسواقه، لانه في كثير ناس تروح بتسهر وبتخفى او بتتعب على ديركسيون سياره. صرنا خالقين لحديت هلا 7 محطات استراحه، يعني هن على الاوتوسترادات ممتدين من بيروت للشمال، من بيروت للجنوب، وكمان طلوع صوب البقع. شو هي، انت على الاوتوستراد رح تشوفي في ارما مكتوب عليها خذ لك غطه، خذ لك غطه بعد 300 متر بتوصلي على ترومبه بنزين، على الارض بيبقى مزيح ابيض، وبتشوفي في لوحات اعلاني، لوحات مش اعلاني، لوحات بتدلك انه هيدا المكان مخصص للاستراحة. بتصفي سيارتك قبل كل شيء مكان آمن، في عندك إنارة، ما حدا بيقرب صوبك، بتخفي لفترة صغيرة. انت بتعرف اذا بتخفي 10 دقايق فيك تسوقي ساعة من الوقت. دونك بتخفي بهالمكان الآمن 10 دقايق، ربع ساعة اللي انت بحاجة له، ترجع بتدور سيارتك وبتروحي. واللي ما بده ينام بالسيارة بهالمحطات، في اذا بدك مثل ميني سوبر ماركت، في بنفس الوقت قهوة، عصير، مي. سو ما بده ينام بيقدر ينزل يشرب قهوة، عصير، ينعنش شوية، يتمشى، يرجع يطلع بسيارته. وهيدي مثل ما في منها بكل دول العالم الا عنا. ومن هلا لنهايه 2017 الله راد بيصيروا 10 محطات للاستراحه. اخر عمود واللي خلصنا بس هي انه نغير فكره او نظره الناس للي بيروحوا بيجوا بالتاكسي. بتعرفي بالنوادي الليليه اللي يلي بواصل بيبقى باحلى سياره بيصفوا له اياها على الباب، وما حدا بيسالوا اذا انت حاجز ولا لا، بفوتوه كفي اي بي. نحن رح نعمل العكس، بدل السجاد الاحمر يلي يعتبر للفي اي بي رح يكون سجاد اصفر، لانه علامه التاكسي هي الاصفر. واذا انت واصله بالتاكسي رح يكون في هاستسز هن رح يفتحوا لك الباب تيفرجوك انك انت كثير مهمه انك انت واصله بالتاكسي، والباونسر يلي بيوقفك تيشوف اذا انت حاجزه ولا لا، انت رح تكون الفي اي بي، انت رح تفوتي. واللي جاي بسيارته هو رح ينطر الكو اذا بدك لحتى يفوت. يعني رح تنعمل بطريقه اذا بدك تركي بطريقه مهضومه. تبلش نفسر للشباب انه انت في اي بي لما انت عم تحرص على حياتك وعم تجي بالتاكسي، مش لما انت بتجي بسيارتك. هي رح تصير خلال حملات خلال السنين الله راح. لنا يعني مشروع كثير كبير يلي هو سيف ذا نايت، لانه مقسم لعده عوامل مثل ما ذكرنا وبسطناها للمشاهدين. بس قد ايه عم بيكون في تفاعل من قبل البارمنيه، لانه اليوم كمان النايت كلوب بهمه يبيع الكول تطلع مصاري. اليوم الفالي باركينج يمكن بدك تقولي، لانه يمكن هو عم ينتبه لل، بس بلبنان على طول الاشياء هيك بتزيح عن الخط يلي مرسوم لها. قد ايه في تفاعل من هالناس؟ هيك اول شيء بس تقلي ما بقى فينا نضلنا نقول انه بلبنان الامور هيك بتصير. هالسيرك الفيسيو بدك تخرقيه بمطرح ما. انا ما بقول انها هينه مثل قصه التاكسي والتاكسي نايت، ما كانت فكره هينه، كثير اخذت جهد منا حتى قدرنا ننشر هالثقافه. كل شيء بتبلشيه بالاول صعب، بس مع الوقت الناس بتتعود. واللبناني عن جد منفكر انه نحن فوضوية ومنحب الفوضى، لا، نحن منحب النظام بالنهاية، كمان بدنا نحافظ على حياتنا. التأييد رح قلك تأييد كتير كبير. أول شيء التأييد من وزارة السياحة، لما رحنا عرضنا هالمشروع على وزير السياحة يلي كان وقتها الوزير ميشيل فرعون، رحب كتير وقالنا أنا
بحط ايدي بايدكم لانه انتم فيكم تعملوا شيء الوزاره هي ما فيها تعملها. تخيلي انه كان التأييد كبير. اصحاب النوادي الليليه مثل ما حضرتك قلتي اكيد بهمهم انه يبيعوا كحول، بس كمان نحن بهمنا او انا كصاحب نادي ليلي اذا بحط ليبل كن هادي وانا هيدي بمطرح ما، وكتر خير الله سعيني لانه صار في ثقه من صح. الناس تجاه هيدا الشيء يعني يمكن الاهل رح يبقوا يفضلوا انه يروح على هالنايت كلوب هيدا. تاني شيء البارمن، واكيد انت عم بتبيعي كحول بس انت كمان ما بيهمك يطلع صيت انه كل ما حدا طلع من عندك للاسف بيعمل حادثات ببلاد برا. بتعرفي اذا انت سهرانه بنادي ليلي ودهرتي وعملت حادثات بتعرفي مين بيلقط؟ صاحب النادي الليلي، لانه خليك تسوق سيارتك وانت بحاله ما بتسمح لك. الفالي باركينج اوكي رح يقبض من الباقيين ومعلي اذا روح عليه اذا بدك زبون واحد. بس كمان بالنهايه هول الشباب وعنا ضمير بالنهايه، قد ما بدك تقولي لبنان بعد في مثل ما بقولوا نخوه، بعد في ناس طيبه، بعد في ناس بخافوا. يعني ما بتخيل انه الفالي باركينج يمكن رح يعتبر خيو هيدا انه رح يقول يا ريت حدا قال له لخيي انه ما يسوق سيارة. ما عم بقول رح تصير مثل عصا سحريه اكيد، بس كله بده ياخذ وقت، بس على القليله بلش ينحط ترين على السكه. قد ايه بده وقت ليوصل على محطه ما بعرف، بس رح يوصل، رح يوصل. والمهم انه انطلق مثل ما قلت، لانه بعد هيدا اهم شيء هو رح ينطلق اذا بدك سوري على بقى شكرنا شرعيا اذا بدك او رسميا على عيد تاسيسكم هادي ال11 حصل لنا 11 سنه يلي رح يكون يا بنهايه تشرين الاول يا بدايه تشرين الثاني. على المستوى الكبير رح يتم انطلاق هيدا المشروع اكيد، واكيد بكره بنعرف بالصحافه وبنعرف من خلال أكيد. حلقات اكيد رح نرجع نعملها نحن وياكم. قبل ما نختم لينا نحن وياكي، بعرف انه يعني كأم مش هينه انك تكملي برساله هالقد بتوجعك صح. عرفتي قد ايه انت اليوم هيك كأم عندك زخم وطاقة تتقدر تكملي؟ ليكي كل ما بنشتغل كل ما الزخم والطاقة بتقوى، وكل ما بسمع بحادث سير وبقتيل أو بجريح كمان بيعطيني دافع إنه نكمل بلا كلل وبلا ملل، لأنه اللي بيدوق المر صح مش مثل اللي بيوعز. بقى نحن يمكن دقنا المر بطريقة كتير صعبة، وهيدا دافع ما خلي بقى أهل يمرقوا باللي نحن مرقنا فيه. وما بدنا بقى نخسر شباب مثل ما خسرنا ابننا. فالعزيمة لو بتوجعي بتحسي انه بمطرح ما هالاميات متكلين شوي على كون هادي. بس انا كمان بدي اقول لهم انه ايد لحالها ما بتسقف. انتو ونحن فينا نعمل تغيير، واكيد اذا الدوله اللبنانيه بتاخذ موضوع السلام المروريه بالجديه اللي لازمه فينا نعمل تغيير، لانه للاسف عم نخسر فوق 800 شاب وصبيه كل سنه على الطرقات اللبنانيه. والبرهان من كم يوم كان في 5 قتلى بنهار واحد، هاي نسبة كتير كبيرة وحرام هول عندهم أهل صح. فهيدا بيحملني مسؤولية أكتر وعزم أكتر وعزيمة أكتر إنه بعد نشتغل أكتر وأكتر صح. وبدي أقول شغلة أنا هيك أنت بارانتاز، إنه اللي أنتوا عم تعملوه اليوم الدولة منا منتبهت له، يعني منا منتبهة إنه لازم ينعمل بها الأشياء، أو منتبهة ومش عم تعمل شيء. أنا بقول منتبهة بس مش عم تعمل شيء. أضرب يعني هيدا. هلأ أنا بدي أقول شغلة، إنه إذا نحنا بنمشي إذا بدك منحط إيدنا بإيد بعض نحنا والدولة اللبنانية، هيدا منه شيء غلط، بالعكس هيدا المعترف فيه بدول العالم. إذا نحن مستلمين قسم التوعية بنتمنى على الدولة إن هي تطبق، لأنه نحن كجمعية ما فينا نطبق قانون سير مش من صلاحيتنا صح. بس نحن داعمينكم، نحن عم نعمل التوعية اللي لازمة. إذا بتريدوا لعبوا دوركم أنتوا وبلشوا طبقوا القانون بحزم، ومش بي إذا بدك حملات آنية. إذا بدنا ناخد نتيجة بدنا استمرارية صحيح. وحزم بتطبيق القانون 100%. إن شاء الله يا رب من هلأ لوقت نرجع نحكي عن أشياء تانية. شو عم تحضروا لنا؟
هلا عم نحضر لعيد تاسيس جمعيتكم هادي، وهي عم تاخذ شغل كثير كبير لانه رح تكون اكيد بحضور عدد كثير كبير من النوادي الليليه يلي رحبوا بفكره الانتساب لهالمشروع. من بعده بيجي ماراثون بيروت، كلنا بدنا نركض للسلامه المروريه. نحن كل سنه تقريبا بيركض معنا حوالي 2000 شخص. انا بقول ما بيركضوا معكم هادي، بيركضوا معكم هادي للسلامه المروريه، تنطلق صرخه كبيره ونضلنا لافتين النظر على هيدا الموضوع يلي هو اساسي. وبيرجع من بعد الماراثون، هي شوي هاي الفتره بتكون ضغط علينا، منظمه الصحه العالميه اعلنت ثالث احد من شهر تشرين الثاني ذكرى لضحايا حوادث السير، وهيدا بالعالم كله. نحن كل سنه بنعمل اذا بدك ايفنت صغير، بنجمع هالاهالي يلي فقدوا حبايب لهم بحوادث السير، ابكي شيء تنقول لهم نحن حدكم ونحن حاسين باللي انتم حاسين فيه، وتنطلق صرخة لل إذا بدك المعنيين إنه إذا بتريدوا شوفوا شو عم بيصير ببيوتنا، شوفوا الكارثة كيف عم بتفوت على بيوتنا، اتحركوا واعملوا شيء بهيدا الموضوع. وكمان تنقول إنه اللي غابوا عنا نحن ما نسيناهم، نحن كلنا سوا عم نتضامن. وبيرجع بعدها أكيد ليلة راس السنة بدنا نكون مأمنين تاكسيات، وبنرجع السنة اللي بعدها، يعني هيدا أكيد هيدا مع أكيد بالتوازن في المحاضرات يلي كتير بحب أقوله إن إحنا ما منوقف نعمل محاضرات كل السنة، أكثر من 200 محاضرة مجانية بكل المناطق اللبنانية. فأي حدا حابب إنه يعمل جروب صغير ويدعي يكون هادي تتعطي هالتوعية نحن حاضرين. نعطي رقم التليفون على الهواء، هو 0595-94-12 أو 0545-516 يلي هو رقم الجمعية. ما بدهم يتصلوا، بيقدروا يبعثوا أي إيميل على kunhadi@kunhadi.org، وأكيد في حدا دغري بيجاوبوا. صح، وبعتقد نحن صدفناكم بحسرون، وكانت محاضرة كثير مهمة وحلوة وأثرت بالناس اللي كانوا موجودين. إن شاء الله عن جد كل ضيعة وكل منطقة وكل لجنة وكل جمعية وكل بلدية بتركز على كون هادي يمكن يكونوا موجودين معهم، تنوعي أكبر عدد من الأهل ومن الولاد، تنحد من حوادث السير. ولأنه اليوم الدولة ما عم تتحرك وغايبة، نحن مضطرين أنه نحافظ على سلامتنا المرورية، ننتبه على أولادنا ونوعيهم أكثر وأكثر. وبعتقد ما في بيت ما عنده حدا يعني قريب أكيد خسروا بحادث سير، أو جار أو بالضيعة أو بالحي أو صح، وأثر وبقى بقلبه وبعقله. فيعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله أنا على طول بقول له الفادي إنه إن شاء الله هيك هادي بدل يعطيكم سلامه من فوق، لأنه الميسيون اللي عم تعملوها بدها قوة من جوا. يمكن الإيفنتات تنعمل على الأرض تتنفس، بس وقت واحد يكون قوي من جوا يكون عن جد في ملك حارس وعم بيقدر يدعمه هالقد. فكل التوفيق لك ولا فادي ولا جمعيتكم هادي اللي بتكبروا القلب. واكيد رح يكون عنا حلقه تانية نحكي فيها قبل راس السنه عن تحضيرات لراس السنه وعن الابلكيشن على الرد. شكرا لك رنا، شكرا. كلمه اخيره للاهالي وللمشاهدين، انا بدي اقول لك على الحديث اللي انت كنت عم بتقولي، هادي مش بس ملك فوق، هادي انا بقول له ان روحه وبركته موجوده بالجمعيه، وهيدا الشيء بتحسي واضح اصلا لانه مش هين يلي نحن عم نعمله. مثل ما انت قلت، لو ما في قوه لو ما في دعم، يعني انا كل نهار شفت صوره هادي عنا بالمكتب بتطلع فيه بقول له بليز اعطينا القوه، بليز قلنا باي اتجاه نحن بدنا نروح وما تتركنا يعني، وسعيلنا فوق حتى الهندسين تيعطونا هالقوه تقدر فوق. وبعتقد عن جد واسطته على الارض مكمله، لانه اللي عم تعمله مش هين. يعني اليوم وقت نجي نستعرض شو صرتوا عاملين كون هادي من 11 سنه لليوم، بعتقد عاملين انجازات وانجازات. بلكي كان حلم كون هادي بلشت على بالكون البيت، بتذكر يعني كان انه حلم. انا امرار لما بفكر انه بعد 11 سنه اللي قدرنا عملناه، ان شاء الله على القليله اهم شيء انه نكون عم ننقذ ارواح شباب. وانا بقول له اذا شاب واحد خلصني انا بحس ابني ما راح دعان. فبتمنى على شباب وصبايا انه يفكروا باهاليهم صح لما بيطلعوا بالسياره. اهم شيء. شكرا لك لينا جبران، هيدي كانت حلقتنا مشاهدينا لليوم. على امل تكون نالت اعجابكم، فيكم ترجعوا تحضروا كل حلقاتنا على يوتيوب شانل الصدى تي في، وتتواصلوا معنا على الفيسبوك بيج الصدى تي في. بشكر محلة هيرز بلو، فولا بيوتي لاونج، وبكره حلقه جديده. الى اللقاء.